إلى كريستيان. كريستيان الآن يحاول يمرر الكرة الآن إلى أنس. أنس الآن يحاول يعرض الكرة لكنها إلى عز الدين دوخة بالخطأ. الآن عز الدين دوخة، الكرة وين؟ الكرة ممكن جول جول جول. جدعان يسجل الهدف، الباطن يعود ويسجل تقليص الفارق من كرة من خطأ حدث من عز الدين دوخة، يسجل من خلالها الباطن هدف هدف هدف. ربما الريمونتادا قد تعود للباطن، كل شيء ممكن، يعني ممكن هذه الكرة اللي ممكن محتاجها الباطن انه يصحى في المباراة، لأن الرايد يلعب بأداء كبير جدا حتى الآن مميز. خطأ دفاعي، هفوة من حارس المرمى عز الدين دوخة، وكذلك قلبي الدفاع هشام بالقروي وكذلك محمد عطوة تسبب بأن يأتي هدف تقليص الفارق بالنسبة للباطن. الباطن الآن